أهلا بكم من جديد. نبدأ الجولة في عمدة الرأي والمقالات من أخيرة الجريدة، ومنها نقرأ للكاتب حيدر المكاشفي من زاويته بشفافية، والتي جاءت اليوم تحت عنوان: إذ لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جوعانا. ابتدر المكاشفي زاويته بالقول: تداول كثيف وتفاعل كبير وجدته حكاية عالم الفلك الدكتور أنور أحمد عثمان عن طلبه من مطعم بالخرطوم نصف طلب فول عقب ارتفاع سعر طلب الفول إلى أكثر من 550 جنيها وتردي الأوضاع المعيشية في السودان. دكتور أنور روى الحكاية بصفحته على فيسبوك قائلا: من عادتي ومنذ زمن بعيد الإفطار مبكرا جدا بعد الصحيان مباشرة، فدخلت المطعم وطلبت فول. أخبرني الكاشير بأن الطلبة ب 550 جنيها، أخبرته بأنني أريد نصف طلب فقط. ضحك الكاشير وقال لي: نص طلب كيف؟ الطلب يا عمي كمشتين بس. قلت له: خلاص يا ابني أديني كمشة واحدة ورغيفة واحدة بتكفيني وأنا ما باكل كثير. فازدادت ضحكته أو ضحكة الكاشير وافق على نصف الطلب معلقا: والله شغال هنا 10 سنة ما في واحد جقال عايز نص طلب. انتهت الحكاية من حيث بدأت رواية الجوع القادم. مضى الكاتب الشهد أن الناس قد بلغت أقصى وأقصى درجات الرهق والتعب والنصب من هذه المعاناة التي لا تنقضي، وكانت هذه المعاناة المتطاولة واحدة من أهم وأبرز محفزات الثورة على النظام البائد، وأهم واهم من يظن أن معاش الناس ليس بالأهمية التي تضعه على رأس وصدارة الأجندة. وقديما قال شيخنا العبيد والبدر: أكما عجيني من البجيني. ومن المأثور عن سيدنا علي كرم الله وجهه قال أنه قال: عجبت لرجل لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ولم يذهب أهل السودان بعيدا عن هذا الحكم حين اختزلوا علم الاقتصاد كله في جفة الملاح. عندما تمتلئ جفتهم عافية يكون الحال عندهم معافى، والعكس صحيح. ومن الاستحالة أن تبقى أحوال البلاد على ما هي عليه اليوم بعد الانقلاب، تسير بذات الوتيرة وبذات السياسات والممارسات. ويقول المكاشفي: ثورة الجياع آتية لا ريب، وستنضم حشودهم الحاشدة إلى مليونيات الشباب الثائر، وستزداد احتشادا بجموع المحبطين والعاطلين، ولن تخيفهم أو تثنيهم قوة بالغا ما بلغت حتى إسقاط الانقلاب. وهذا ما يذكر بحكاية الغنماية مع الكلب التي تصلح تماما لوصف هذا الحال، حيث أن الطبيعي أن يخيف الكلب الغنماية، وإذا حدث العكس فأخافت الغنماية الكلب، فلا شك أن أمرا غير طبيعي قد حدث، فانقلبت معه الآية ويمضي في الخواتيم. ولهذا كان طبيعيا أن يندهش الكلب في القصة المعروفة ويتساءل باستغراب: الغنماية دي جنة ولا شنو؟ حين استأسدت عليه ذات يوم وطردته من الكوشة وهو الذي اعتاد طردها كلما سبقته إلى هناك. ولكن حين استبد الجوع بالغنماية وبدأ شبح الموت جوعا يلوح أمامها، لم تجد بدا غير أن تتأسى ببيت المتنبي: وإذ لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا.